منتابع حلقتنا مع فقرة إيت سمارت وناتاليا غي. مع بداية الصيفية ضروري كتير نحكي عن كيف فينا نحافظ على الوزن الصحي والغذاء الصحي خلال فصل الصيف، خصوصا أنه هلأ بالصيفية نبلش شوي يمكن إذا بدنا نقول التخبيص بالأكل. ما بعرف ناتاليا يمكن ما بتحبيها هيدا الكلمة، كلمة التخبيص موجود. صباح الخير لورا، صباح الخير للمشاهدين. هلأ في بيير عم بحضر أنا أكيد ديسير كتير طيب. سؤالي أنه منيكل ولا ما منيكل؟ مننتبه على وزننا مننتبه على صحتنا ولا منقول لا خلينا يعني نمرق كتير اشياء؟ اكيد بفصل الصيف البوزة دايما موجودة، الايفنتس واليمكن الدهرات او حتى صح. كمان الواحد بيصير هيك بيمرق اشياء اكتر. يا هل ترى لازم نمنع حالنا عن كل هالاشياء الطيبة؟ اكيد لا، اكيد لازم ندوق يعني من كل شيء، من كل شيء، بس كمان لازم نضلنا محافظين على نمط اكل صحي. كرمال تنقدر نضلنا محافظين على نمط اكل صحي صحي لازم نخلي محلة هل يمكن دايما إن كان بالشتوية أو بالصيفية، لا يمكن تغيرات بسيطة باختيارنا بالمأكولات، مثلا حلوية طيبة أو حتى يمكن أطباق أو بركة يعني وجبات دسمة أكتر. هلأ كيف فينا نضلنا محافظين ونضلنا مركزين على هدفنا اللي هو الأساسي، هو أنه نضلنا محافظين على تغذية صحية؟ أول شغلة لازم نعملها واللي أهم شيء يمكن هاللي بدي أقوله كتير سمعناه بس كتير مهم، هو أنه نبلش نهارنا بترويقة صحية. الترويقة كتير مهمة لأنه تدعم كل النهار يعني 100%. It sets the tone. يعني إذا نحنا بلشنا بترويقة متوازنة، لأنه الصبح عنا وقت يمكن أوقات خاصة بالويك أند عنا وقت نفكر شو بدنا ناكل. سو نحنا إذا عشية ما رح فينا يمكن نلتزم 100%، على القليل نكون أمنا أول وجبة النهار اللي هي الترويقة. سو الترويقة ضرورية جدا. الواحد يقول أوكي أنا بدي عشية عند جيمي بدي خبص خليني ما أتروق، هيدي شغلة كتير غلط، لأنه هيدي بتخلينا نحن بعدين نبطل نقدر نسيطر على الأشياء اللي عم ناكلها خلال النهار بعدين. سو ترويقتنا إذا كانت كتير شائع أنه أنا مثلا عندي بالويك أند بدي روح خبص ما رح أتروق، نص الجمعة رح أكل مثلا رح خفف أكل او رح امنع حالي من كثير اشياء لانه رح عودهم بالويك اند، او مثلا بفرد نهار بتصير هيدي الشغله كمان. مزبوط، نمنع حالنا شغله كثير غلط. يعني صحيح نحن بدنا ننتبه على وزننا على صحتنا من خلال تغذية صحية، ولكن نمنع حالنا عن اشياء بعدين نرجع بعدين منفش خلقنا دوبلومون. سو مهم كتير انه نبلش بترويقة متوازنة. هلا الناس اللي عم يحضرونا اكيد خليوني يخصصوا شوية وقت يركبوا ترويقة صحية، يكون في دايما سوائل، لانه هلا بفصل الصيف نحن بحاجة لانه من بعد كل الليل نبلش يعني to break the fast with water، مي، قهوة، حليب خالي من الدسم، هالاشياء هول. إذا بدنا ناخذ عصير ننتبه قد ايه عم ناخذ كمية، لأنه بالنهاية إذا أخذنا عصير فيه سكر هيدا بيأثر على نحن شو عم ناخذ كأكسترا كالوريز. وأكيد مع المي يكون في مصدر للنشويات كاملة، أفضل إنه فيها تكون خبز كامل، فيها تكون دونك هالأنواع من الحبوب الكاملة، يكون في بروتينات، وأهم وجبة بتعطينا كالسيوم هي الترويقة. سو خلينا ندخل أجبان وقلبان، نختار الأجبان والقلبان اللي بتكون منا دسمة كتير، وأكيد ندخل مصدر للألياف. يعني أفضل ناكل السعرات الحرارية ما نشربها، مثل ما كنت عم بقول يعني الفواكه أفضل ناكلها كفواكه الصبح مثلا من أنه نشرب العصير نشرب الفواكه وناخد السعرات الحرارية من السوائل. يعني مفروض السرعة الترويقة نشبع على الآخر، مزبوط، مش نقول يلا معلي باكل هلأ أشي. هلأ نحن نستحوين أوقات بيكون في كيك بعده قاعد بالبراد او اشياء ما بدها كثير تحضير، او هل... اكتفي بالقهوه الصبح يعني كثير اشخاص بس بيقلعوا على القهوه. انا بدي اقول لهالاشخاص انه اذا فكرنا ناخذ الاشياء السهله الصبح ما رح فينا نضاين خلال النهار ونكفي نهارنا بطريقه متوازنه. سو خلي هالديسير الطيب لا بعد الظهر، بنكون نحن على القليله بعدنا شوي يعني الوجبه اللي منا كثير متوازنه وخففنا من تاثيرها على نظامنا الغذائي. سو اول نقطه هي الترويقه. ثاني نقطه شغلة كتير مهمة هلأ بفصل الصيف، الخضرة والفواكه أكتر
اكثر من خلال الشتويه. والخضره والفواكه فيها الياف فيها مي، دونك لازم نستفيد من اهميه هالموسم هيدا موسم الصيف، لانه بتعطينا خضره وفواكه فيها مي ونحن بحاجه للمي، وبتعطينا فيتامينات بتعطينا الياف. سو خلينا ندخل هالفواكه والخضره اللي طيبه اكثر بموسمها اكثر ونركز عليها كتير قبل كتير ما ناخذ هالجاتو اللي تركناه لبعد الظهر. مزبوط. وهلا مثل ما عم بتقولي في كثير كثير انواع، يعني في شوا، يعني في شيء ما بحبه مثلا عندنا شوا ثاني. سو اذا نحن منبلش ناخذ خضره وفواكه بطريقه يعني منتظمه خلال النهار، انا اكيد هذا رح يساعدنا انه نقدر نضلنا محافظين على نظام غذائي صحي. دونك هذا تاني شغله لازم نعملها. ثالث تيب اذا فينا نقول نضلنا محافظين على وزن صحي، نحن اذا مثلا ديزون كنا معزومين على العشاء او ظاهرين او في يمكن وجبه ما كثير ركزنا عليها، خلينا دائما 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 نفكر انه نعمل توازن حتى باختيارنا بالوجبات. يعني مثلا اذا كنا نحن بمطعم، خلينا قبل ما نبلش ناخد البطاطا المقلية والأشياء المقلية والمأكولات الدسمة، خلينا نخصص محل للخضرة، محل للسلطة، محل لهالنوع من المأكولات، لأنه حتى إذا أكلنا أشياء دسمة وحتى إذا أكلنا مأكولات يمكن منا كتير صحية، منكون عم ناخد كمية أقل إذا نحنا بلشنا وجبتنا بالألياف بالخضرة، وبالتالي خصصنا محل أقل لهالمأكولات. صح، منكون شوي بلشنا نشبع وبنفس الوقت استفدنا يعني 100%. وأهم شيء لورا أنه نحنا حتى إذا أكلنا مأكولات دسمة ما لازم نحس بذنب. هلا الاشخاص اللي كثير ما عم بينتبهوا بيقولوا خلص لكن ما لازم يكون عندنا ذنب، اهم شيء نحن بس ناكل نكون مبسوطين بالاكل اللي عم نختاره وما نحس بالذنب، لانه الشخص اللي بضل عنده هيك هالفكره هيدي عم بتدور براسه اوتوماتيكمان راح يضل عم بيفكر بالموضوع، وهيدا ما بيساعد للاشخاص انه تضلها منتبهه على نظامها الغذائي بتفلت. سو مهم كثير انه نحن اذا عرفنا نختار، اذا فكرنا اعطينا لحالنا دقيقتين قبل ما نختار شو المنيو اللي بدنا ناخده، منكون عم نختار مأكولات صحيه وبنفس الوقت مأكولات ما راح تضر نظامنا الغذائي الصحي. سو نفكر يعني نخلي لحالنا دقيقتين تنفكر مزبوط نختار المأكولات الصحيه، وحتى اذا نحن زحنا شوي عن شو كنا يمكن عم نطبق خلال الأسبوع، فينا نضلنا مركزين على نظامنا الغذائي. رابع نقطة أساسية هي نحن شو عم ناخد سعرات حرارية من السوائل. بلشت بأول الحلقة نحكي عن هالموضوع، هيدي نقطة كتير أساسية خاصة بفصل الصيف، لأنه أوقات كتير يمكن ما منفكر إذا عم ناخد سكر بالمشروب، إذا حتى الكحول، نسبة السعرات الحرارية أوقات بتزيد بدون ما ننتبه إذا عم ناخد نحنا كحول مع سكر مع كوكتيلات إلى آخره. وبيزيد استهلاك الكحول بالصيف إجمالا. مزبوط. سو أول شغلة بدنا نعملها إذا نحنا بدنا يعني ننتبه لهالنقطة هاي، بدنا نلتزم بعدد الحصص الألكول اللي عم ناخدها. عند السيدات أفضل ما نطلع فوق الحصة بالنهار، وعند الرجال فوق الحصتين. طب وإذا تكون بالأسبوع قدي بحق لنا؟ هو في بالنهار وفي بالاسبوع كمان، بالنهار واحد للسيدات واثنين للرجال، وبالاسبوع اذا قلنا واحد يعني سبعه بالاسبوع، مش يعني لازم ناخذهم يعني كلهم بمره واحده. اذا مش كل يوم عم يشرب عم نشرب الكول، عم نشرب تنقول نهار بالجمعه، بهالنهار فينا نتخطى الحصه الواحده؟ لا، هو بتضل الليميت هي واحده بالنهار عند السيدات واثنين عند الرجال، مش يعني انه خلينا نجمعهم كلهم سوا ناخذهم بمره واحده. هي في شغلتين لازم ننتبه قد ايه عم ناخذ بالنهار، وكمان الكميول اللي قد ايه عم ناخذ خلال الاسبوع. هلا اكيد نفضل المشروب اللي بيكون سمبل، يعني ما فيه عصير، ما فيه سيرب الى اخره، ما فيه سكر، لانه اول شيء بنكون ما بنحس بالالكول وقت اللي يكون في سكر مع المشروب، وثاني شيء بنكون عم نشرب بطريقه اسرع والسعرات الحراريه بتصير it builds up very quickly. سو اهم شيء ننتبه على كمان اختيارنا بالمشروب اللي عم نختاره. وهون انا بدي احكي شوي عن السكر. هلا طالع ما بدي بعد عنا وقت لورا نحكي عن قصه السكر. صحيح نحن لازم نتجنب استهلاك السكر لحديت
تحت 10% من نسبة السعرات الحرارية اللي عنا إياها خلال النهار. بس كثير من الأوقات بنقول أوكي أنا بحب الحلو، خليني استبدل هالسكر بمحليات اصطناعية. حتى المحليات الاصطناعية لازم ننتبه قدي عم ناخد. وهلأ طلعت دراسة جديدة حطتها الـ WHO عن أهمية أنه ننتبه على استهلاك حتى المحليات الاصطناعية، لأنه في دراسة كتير كبيرة هلأ it was published فرجت قديش في ريسك لا استهلاك هالأنواع من بعض أنواع من المحليات الاصطناعية ومشاكل سرطان. So صحيح. ما نقول أوكي. هذه الدراسة. 100%. So ما نقول أنا ما بدي أكل سكر خليني استبدلها بالمحليات الاصطناعية. هي قدي عم ناكل حلو، يعني برجع الديسير اللي هلأ بيير بده يعمله مش يعني ما رح ناكل منه، رح أكيد ناخد حصة منه. بس قدي عم ناكل هيدي شغلة كتير مهمة، مش بالضرورة نروح على المحل الاصطناعي ونكتر من استهلاكه، لأنه بعرف الأشخاص اللي بيحبوا الحلو والحلو الكتير هني أشخاص بيقولوا أوكي خلينا بدل ما نحط ملعقة سكر خلينا نحط 5 ملاعق من محلي اصطناعي، هيدي شغلة غلط. بعده أحسن نحط ملعقة سكر أكتر. ملعقة السكر أكيد صحية أكتر من المحلي الاصطناعي. مزبوط. وإذا فينا نتجنب ملعقة السكر مش كل يوم ناخدها بيكون كمان أحسن. سو خلينا ننتبه قدي عم ناخد، خاصة هون أنا بدي ركز نقطة أساسية على المشروبات المحلية بالغازية أو غيرها، لأنه في كمان بعض أنواع من المشروبات محلية بسكر اصطناعي ومنا غازية. سو ننتبه قدي عم ناخد، لأنه بسهولة فينا نوصل للثريش هولد اللي هو خطر واللي بيعرض الأشخاص على المدى الطويل لمشاكل صحية، منا بعض أنواع من السرطان، منا سرطان الثدي. ما رح نفوت بتفاصيل الدراسة، ولكن هيدي شغلة لازم ترجعنا لنقطة أساسية هو التوازن والاعتدال. نحن إذا ننتبه على الأشياء اللي بتضرنا ومنخدها باعتدال، أنا بعتقد منقضي صيفية كتير حلوة ومنضلنا محافظين على صحتنا. أكيد. وما منتعذب بأول الشتوية وقتها بدنا نرجع نخسر من وزننا ونرجع نعمل ريشيبينج لجسمنا. صح. شكرا كتير لإليك نتاليا غيبون ويكند لإليك وللمشاهدين. بناخد بريك ونرجع من بعده.